انتي عملتي حديث الصباح والمساء وعملتي دور مطرية تقريبا، يعني دي كانت أول مرة تقفي قدام الكاميرا، وبالرغم إن الأستاذ كرم طوى رحمة الله عليه كان دايما شايفك ممثلة وشايفك فنانة أي. ومش شايفك إلا كده، ومعرفش انتي ما كنتيش شايفة نفسك فنانة لما كان بابا بيقول كده؟ يعني انتي درستي تجارة وبعد كده هو كان نفسه انك تخشي معهد الفنون المسرحية واشتغلتي مترجمة لفترة، معرفش كنتي بتعندي ولا ايه؟ انا حاسة ايوه ان فيها طبعا، عند كده. العند دفعني الثمن غالي قوي. ياه. ايوه، كنت بعاند مع بابا لانه هو كان فاهمني جدا وهو كان صح جدا. هي كانت مرحله الطفوله بالمراهقه، احساسي ان انا بس عايزه ابقى شخصيه مستقله، لانه دايما بقول ان ولاد المشاهير او ابن المشهور ده بيبقى محتاج يحس ان هو محبوب لذاته، لانه في لحظه من اللحظات انت بتتلغي تماما، انه واحده صغننه كده، الله انت بنت فلان، محدش حتى بيسالني انت اسمك ايه، انت بنت فلان. فمع الوقت بتبقي عايزه تخبطي عليهم تقول لهم لا انا كويس، حبوني انا. بس وانتي صغيرة دي حاجة تبسط، يعني لا بحس ان الواحد طفل وابن مشاهير وكبار ونجوم بحجم كرم مطاوع وسهير المرشدي، دي حاجة لذيذة. ممكن ده يبان بعد شوية بقى في مرحلة الاعدادي والثانوي، اللي هو انا حنان. لا، شفتي انتي قلتي ايه؟ بنت كرم متعصر المرشدي. الطفل لا يعي، هو انا عارفه ان ده بابا وعارفه ان دي ماما، وانا بحبه عشان هو بابا وبحبها عشان هي ماما. والله بابا ده لو فران هحبه، لو مدرس هحبه، لو نجار المهم ان هو بيحنوا عليا. انا مش عارفه قيمته ايه. انا ادركت قيمه بابايا مع السن، كل ما بكبر بحس ان انا اللهم لك الحمد ان انا بنت فنان عظيم زي ده، بنت فنانة عظيمة زي دي. بس وانا صغننة ده بابا وماما، يعني انا ما اعرفش هما بيحفظوني، هما بيشتغلوا ايه، يعني زي ما انا بالظبط كده بنتي رايحة تعمل انترفيو في المدرسة، فحافظة ماما انا بتشتغل. حبيبتي انا فنانة، بابا مخرج مسرحي، يعني بنحفظها. هي حبة حنان، هي ما تعرفش حنان دي بتشتغل ايه، هي حبة امير، هي ما تعرفش امير ده بيشتغل ايه، فاهماني؟ فانا كنت زي ما انت بتقولي لابنك او بنتك، انت شطور، انت تستحق انك تتحب. احنا بنحاول نحسسهم ان هم كائنات يستحقوا ان يحبوا، لان صحيح. هم حلوين. ما تربطيش ان بنتك كويسة علشان انت كويسة، ما تربطيش ان ابنك كويس علشان هو ابن مين. صحيح. انت بتخليه يقبل ذاته ويعتد بذاته لانه يستحق ده. طب امتى اتحررتي بقى من الفكره؟ يعني امتى قلتي لا انا فنانه وانا مصدقه والدي وانا همثل وانا بحب التمثيل؟ يعني صرختي بقى بصوت عالي وقلتي لا انا مش هعاند تاني خلاص؟ بس لا، انا عايزه بس اكمل لك دي. انا فخوره جدا ان انا بنت كرم طبعا بتوع سر مرشدي، اكيد. بس ده مع السن، احنا بنتكلم على فتره وانا صغننه، انا بكلمك على حاجه وانا صغننه خالص. اوكي، تمردت امتى؟ لما دخلت تجاره انجليش واكتشفت ان انا جهله اتعذبتي جهوله. اتعذبتي. مش حافظه جدول الضرب، انا اسفه اني بقول كده. يعني الاقي معايا بنات واولاد يفرحوا اذكياء وبيعرفوا اكاونتنج وماركتنج ومش عارفه ايه، وانا مش فاهمه وانتي ما جيتيش. انا ما جيتش خالص، ده انا مبعوثه. انا عايزه نتكلم في الادب، في الفلسفه، شعر. شعر الله. في وما كملتيش كلية التجارة ولا لا لا خلصتيها؟ كلم لا ما انا شخص عندي. لا كملتي. كملت طبعا، كملت، وما عمري ما طلعت بمواد وناجحة طبعا، يعني مش بتقدير عظيم، بس بس خلصتي الحمد الكلية. لله. بس طبعا لما بتدخلي حاجة ما بتحبيهاش بتقعدي تدوري جواكي ايه اللي بتحبيه. صحيح. جاي بابا هو اللي صح، هو اللي صح. فيعني كان نفسي، ما لحقتش طبعا يعني، فبس كان نفسي اقول له لا انت اللي صح يا حبيبي.